عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من المواني، وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بعمليات الإفراج الجمركي بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعنا اليوم بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لضمان توفر مختلف المواد والمنتجات البترولية اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية، وذلك بما يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، هذا إلى جانب توفير المواد البترولية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة تلبية لمختلف الاحتياجات. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وفي بداية اللقاء استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي، حيث أوضح أنه جاري تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022-2023. شارك أسامة الجهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الذي يقيمه المركز الصيني تحت عنوان المعرفة حول التنمية الصينية الإفريقية، والمنعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 من أغسطس الجاري بالعاصمة الصينية بكين. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 407,061 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك أمس الاثنين 28 أغسطس في جميع محافظات الجمهورية،